صنفت خطة التنمية في دولة الكويت مشروع جسر الشيخ جابر ضمن ركيزة تطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة عبر تقليل الاختناقات المرورية ورفع كفاءة شبكة النقل، لأن هذا المشروع العملاق أعطى دلالات اقتصادية وتنموية تتجاوز هذه الركيزة بكثير، وليتحول إلى طريق يربط الحاضرة برؤية كويت جديدة. المزيد في هذا التقرير. إذن يعني من خلال اللي قاعد نشوفه، شوف اللقطات على الهواء تبارك الرحمن، هو طبعا أطول جسر بحري في العالم. صحيح. لو تذكرين يمكن بدأ تنفيذ هذا الجسر في 2013. صحيح. انتهى 2019 ولله الحمد والمنة. أيضا بناء هذا الجسر راح يربط بين الكويت وأيضا مدينة الحرير إن شاء الله في المستقبل. صحيح. في أمور كثيرة، منها أيضا حتى تقليل الوقت اللي هو من الديرة للصبية أو فمسافة راح تكون 15 دقيقة تقريبا. صحيح. يعني فعلا الجسر راح يخدم البلد، وايضا راح يخدم اللي طالعها، هي لها فعلا رؤيه مستقبليه ل 2035. يعني بغير انه يعني هو الجسر، خلينا نقول للمشاهدين انه طوله تقريبا 36 كيلو، وفي تقريبا محطتين او جزيرتين صناعيتين، كل جزيره فيها كافه الخدمات، جزء لوزاره الداخليه وايضا جزء للاسعاف لا قدر الله في حال اي حوادث، وفي حاره امان على الجانبين، جانبين الطريق. وايضا سمعت ان ايضا في مكان مخصصين للاستراحات او لمطاعم للاستثمارات ايضا التجاريه راح تكون موجوده خلال هذا الجسر. هذا مثل ما احنا نشوف حاليا، ترى هذا النقل مباشر حاليا من جسر الشيخ جابر طيب الله ثراه. مثل ما انت شايفه المكان، يعني كثير من الناس يطالعون حق شنو هذا الجسر. الجسر هذا راح يخدم كثير من الناس. صحيح. راح يخدم المناطق خاصة اللي راح تصير المطلعة هناك، وفي كاظمة أيضا في منطقة جديدة بتصير، فكثير من هذه الأشياء راح نشوفها أو راح يخدمها هذا الجسر. وأيضا مثل ما قلنا قبل شوي راح يخدم رؤية كويت 2035. خلينا نشوف هذا التقرير ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. بلغة الأرقام العالمية، يعد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد صرحا عملاقا في دخول البلاد للمنافسة العالمية، ليس لكونه رابع أطول جسر بحري في العالم فقط، وإنما لتفوقه في مجال التنمية الاقتصادية وتشييد البنى التحتية على مستوى عالمي وفق أفضل المواصفات والمعايير. فأعمال تنفيذ الجسر كانت قد بدأت عام 2013، وينقسم إلى جزئين وهما وصلة الصبية، ويشمل جسرا طوله 27 كيلومترا بارتفاع منخفض مع جسر رئيسي مرتفع عبر الممر الملاحي، عرضه 120 مترا وبارتفاع 23 مترا لمرور السفن إلى ميناء الدوحة، فيما يتضمن الجزء الثاني طريقا بريا المسمى وصلة الدوحة طوله 4 كيلومترات و700 متر، ويشمل 5 جسور علوية بطول 725 مترا، والجسر البحري البالغ طوله 7 كيلومترات و700 متر يشمل 3 حارات مرورية وحارة للأمان في كل اتجاه. ويبدأ الجسر البحري من ميناء الشويخ المنطقة الحرة، ويعبر جون الكويت غربا ويمر بجانب جزيرة أم النمل ليصل إلى منطقة الدوحة، ثم يربط بطريق الدوحة السريع. ويختصر جسر الشيخ جابر المسافة ما بين مدينة الكويت العاصمة ومنطقة الصبية من 104 كيلومترات تقطعها المركبات في نحو 90 دقيقة إلى 37 كيلومترا، أي في أقل من 30 دقيقة. تصنف خطة التنمية في دولة الكويت مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد ضمن ركيزة تطوير البنية التحتية وتحديثها، إلا أن هذا المشروع العملاق أعطى دلالات اقتصادية وتنموية تتجاوز هذه الركيزة بكثير، وليتحول إلى طريق يربط الحاضرة برؤية كويت جديدة.